أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج انطلاقة. تعالوا نشوف مع بعض حلقة النهاردة من الحلقات الشيقة الجميلة بتتكلم عن الإبداع والابتكار. في أربع مصطلحات تملي بيحصل تداخل ما بينهم. إيه هما؟ أول حاجة الإبداع، الابتكار، الاكتشاف، الاختراع. يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. الابداع هو الخروج عن المألوف. يعني ايه؟ يعني اقدر احل مشاكلي، اقدر افكر بطريقة غير المعتادة بتاعت البشر كلها. بمعنى زي ما بيقولوا ايه؟ thinking out of box، او تفكير خارج الصندوق. فعلى سبيل المثال لو عندنا 9 نقط عايزين نوصلهم بحيث ان مفيش نقطة نعدي عليها مرتين، غير كده ما اقدرش ارفع القلم وانزله تاني. هل يا ترى نقدر؟ تعالوا نفكر مع بعض كده. الحل موجود في الصورة اللي بعد كده. في ليها أكتر من طريقة، في حوالي 3 طرق لحل اللغز ده، بس عشان أحله لازم أخرج بره النقطة. يعني مش شرط إن الخط المستقيم بالنسبة لي إني من نقطة لنقطة تانية، لأ. طب ما أنا ممكن أطلع لبره شوية. وهو ده هو كان أسلوب الحل في الـ3 طرق زي ما إحنا شايفينهم مع الصور قدامنا. ده بالنسبة للإبداع. طيب بالنسبة للابتكار، الابتكار هو إني أزود في صفات شيء معين. على سبيل المثال مثلا الموبايل أول ما اخترعوه كان بيبقى فيه كشاف، كان بيبقى فيه كاميرا ممكن تصور بيها؟ طبعا لأ. لكن شوية بشوية ابتدوا يبتكروا في الموبايل، وابتدوا يزودوا في الخصائص بتاعته بإن هم يبتكروا أشياء جديدة زودت من الصفات بتاعته، حسنت من إمكانية الشيء أو استخدام الشيء، وهكذا. أي حاجة بقدر أطور فيها أو أقدر أزود في الصفات بتاعتها ده اسمه إيه؟ ابتكار. زي مثلا إيه؟ القلم الرصاص. القلم الرصاص زمان ما كانش بيبقى فيه أستيكة، لكن ابتدوا يحطوا أستيكة، ممكن يحطوا فيه كشاف كمان، وهكذا. كل ما ابتديت ازود في امكانيات الحاجه يبقى اسمي بعمل ايه؟ ببتكر فيها حاجه جديده. نفس الحكايه بالنسبه للعربيات، نفس الحكايه بالنسبه الادوات المنزليه عامه. دلوقتي في حاجه اسمها كيتشن ماشين، تبقى حاجه شامله كذا حاجه في نفس الوقت، وهكذا. ده اسمه ايه؟ ابتكار. طب الاكتشاف هو أول من شاهد أو لاحظ شيء موجود وما كانش معروف بالنسبة للبشر كله. ده الاكتشاف. زي إيه؟ زي كريستوفر كولومبوس اكتشف الأمريكتين، وهكذا. طيب الاختراع بقى، الاختراع هو استخدام الإبداع لإنشاء شيء جديد. يعني لما استخدم الإبداع في إن أنا أعمل حاجة جديدة، حاجة ده هي ما كانتش موجودة قبل كده هوت، بس أنا عملتها أو خلقتها، اتخلقت حاجة من ما كانتش موجودة، ده اسمه إيه؟ اختراع. خلاص؟ زي إيه مثلا؟ زي اختراع الدينامو، زي اختراع الموتور، زي اختراع
حاجات كتيرة قوي في حياتنا ناس كتيرة اخترعتها، زي المصباح الكهربي. توماس اديسون اخترع المصباح الكهربي بعد كذا محاولة. هل زمان كان في حاجة اسمها كهرباء؟ كان في حاجة اسمها إضاءة؟ كانت ممكن بس بطرق تقليدية، اللي هو عن طريق الجاز بولعه ويديني إضاءة، أو فحم بولعه بيديني إضاءة، لكن ما كانش فيه إضاءة أو كهرباء زي ما هي موجودة دلوقتي. وفيما بعد برضك ابتدوا يطوروا في الحاجة دهيت، ولغاية لما دلوقتي فيه لوند النيون واللوند الموفرة للطاقة وهكذا. كل الحاجات دهيت اكتشافات جديدة وابتكارات في حاجات كانت موجودة قبل كده هوت، واختراعات جديدة. بمعنى آخر، الإبداع والابتكار هو الخروج عن المألوف، خروج عن الحاجة المعتادة. ده الإبداع والابتكار. طيب واحد يسألني يقول لي هل في علاقة ما بين الإبداع والذكاء؟ يعني معنى كده هوت، هل كل واحد مبدع هو ذكي؟ أو هل كل واحد ذكي شرط إن هو يبقى مبدع؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. الإبداع لازم يبقى له حد معين من الذكاء. يعني أي حد مبدع هو ذكي؟ أقول لك آه، بس لازم يبقى له نسبة معينة، ما ينزلش عن النسبة دهيت في حتة الذكاء. طب هل ارتفاع نسبة الذكاء معنى كده هو ان الشخص ده مبدع؟ لا طبعا. يعني مش شرط ان يبقى كل واحد ذكي هو مبدع، لكن كل مبدع هو ذكي ممكن بنسبة معينة. خلاص، اذا كان ليس بالضرورة هو الاكثر ابداعا، وإنما الشخص المبدع لابد أن يكون ذكي إلى درجة معينة، ليس دائما كل ذكي مبدع. اختبارات الذكاء لا تكشف إلا عن ما نسبته 70% فقط من المبدعين. يعني اختبار الذكاء اللي هو الاي كيو، اي كيو تيست، ده ما بيكشفش غير فقط بس عن 70% من المبدعين، لكن الباقيين في ناس كتير كانوا بيتهموها بالغباء، لكن برغم كده هو طلعوا من العلماء ومن المبدعين ومن المبتكرين، زي نيوتن مثلا لما اخترع الجاذبية. كانوا في المدرسة كان فاشل في دراسته، لكن برغم كده هو طلع عالم من العلماء، كان مبدع. بلاش كده هو أينشتاين نفس الحكاية، توماس أديسون، وهكذا. ناس كتيرة قوي من العلماء ليه؟ عشان بيبقى تركيزهم في حاجة معينة. عشان كده هو يمكن حتى أينشتاين، ألبرت أينشتاين، قال لك جملة حلوة قوي. ايه هي الجملة دهيت؟ قال لك التخيل أهم من المعرفة. يعني ايه التخيل أهم من المعرفة؟ يعني كون ان انت تفكر في الحاجة او تسرح في حاجة معينة، دي أهم كتير من انك انت تقرا كتب كتير وتطلع كتير. ليه؟ لان طول ما انت بتفكر في حاجه معينه هتقدر تتخيل حاجه دهيت، ممكن تصورها بدل ما هي حاجه خياليه تتحول لحقيقه. ازاي؟ واحد يقول لي ازاي؟ اديني مثال اقول لكم. انا الطياره قبل ما يخترعوها كانت في خيال واحد من الناس ولا لا؟ طبعا لو ما كانتش موجودة في خيال حد من الناس، كانوا قدروا يحاولوا ان هم يوصلوا لها؟ كانوا قدروا يخترعوا حاجة اسمها طيارة؟ وهكذا. فالإنسان كل ما تخيل كل ما كان أحسن من إيه؟ من معرفة. لو قعد يجيب كتب كتير ويقراها كتير لكن ما قدرش، الكتب دهيت ما قدرش تفيده في ان هو يخترع حاجة جديدة، يبقى أني الأحسن الاختراع ولا التخيل ولا المعرفة؟ طبعا التخيل. ماشي. طيب أنا عشان أبقى مبدع، عشان أبقى راجل مبدع أو أقدر أخرج عن المألوف، إيه شروط الخروج عن المألوف؟
خصوصا ان احنا عرفنا دلوقتي ان الذكاء ما بقاش ذكاء حاجة واحدة بس، لا ده في ذكاءات متعددة. يعني ايه ذكاءات متعددة؟ يعني فيه منها اللفظي، وفي منها الحركي، في منها البصري، في منها السمعي، في منها الذكاء اللغوي وهكذا، وفي الذكاء المنطقي. 7 ذكاءات تقريبا. فمعنى كده هوت ان عشان ابقى مبدع لازم امر على الحاجات دهي، بمعنى اني ابقى عندي حاجات من الذكاءات دهيت واقدر انشط نفسي فيها. طيب نشوف مع بعض كده هوت. اول حاجه في شروط الابداع الطلاقه او الفلوينسي. الطلاقه هي القدره على انتاج اكبر عدد ممكن من الافكار الابداعيه. هي عدد الافكار التي يقدمها الفرد عن موضوع معين في وحده زمنيه ثابته مقارنه مع اداء الاقران او اصدقائه. يعني لو جيب مثلا على سبيل المثال وقلت المجموعه من الطلبه، دخلت فصل مثلا وقلت المجموعه من الطلبه، قلت لهم عايز اكبر عدد ممكن من استخدامات الشاكوش. الشخص او الطالب اللي هيقدر يجيب لي اكبر عدد من الكلمات في وقت محدد على الكل في الحالة ده هو ده هو اكتر طالب عنده طلاقة او فلونسي. انواع الطلاقة طيب زي ايه؟ في طلاقة الاشكال. لو جبت لك دايرة وقلت لك حاول من الدايرة ده تعمل لي اشكال، واشكال احنا بنستخدمها مثلا، فمن الدايرة ديت ممكن تعمل كورة، ممكن تعمل وجه انسان، ممكن تعمل شكل عجلة، ممكن تعمل اطار عربية وهكذا. الطلاقة دهيت اسمها طلاقة الاشكال. طيب في طلاقة الرموز وطلاقة الكلمات ازاي؟ لو قلت لك هات لي كلمات معينة تنتهي بحرف معين، يعني على سبيل المثال مثلا لو قلت عايز كل الكلمات اللي تنتهي بحرف النون وحددت 5 دقايق، اكتر واحد هيقدر يجيب كلمات ده يبقى عنده طلاقة الرموز او طلاقة الكلمات. طيب تالت حاجة طلاقة المعاني والافكار. لما اجيب موقف معين احكيه قدام الناس واقول لهم عايز الافكار، كل الافكار المرتبطه بالموقف ده بردك في وقت معين، اللي يقدر يجيبها اسرع يبقى دوت عنده طلاقه المعاني والافكار. في الطلاقه التعبيريه بعد كده هوت رقم 4، القدره على صياغه الافكار الصحيحه اللي بتتصف بالثراء والتنوع. يعني يقدر يجيب اكتر من معنى للكلمة. في رقم 5 طلاقة التداعي، توليد عدد اكبر من الالفاظ. اللي يقدر يجيب اكبر عدد من الالفاظ ده يبقى عنده طلاقة التداعي. يبقى زي ما قلنا مع بعض كام حاجة؟ 5 حاجات: طلاقة الاشكال، طلاقة الرموز وطلاقة الكلمات، طلاقة التداعي، طلاقة المعاني والافكار، طلاقة تعبيرية. ماشي؟ طيب ده أول حاجة اللي هي الطلاقة. طيب في شروط الإبداع تاني إيه تاني؟ المرونة flexibility، هي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، وهذا ما يسمى بالتفكير التباعدي، وعكسها التمسك بالموقف والرأي المتعصب. يعني إيه؟ يعني قدرتي ان انا اقدر اغير الحالة الذهنية بتاعتي حسب الموقف، هي دي هي اللي بيسموها المرونة. بيسموها كمان برضك ايه؟ تفكير تباعدي. يعني ايه تباعدي؟ يعني اقدر بسهولة ان اغير حالتي الذهنية، ابقى مثلا حزين وارجع ابقى سعيد مع موقف تاني في نفس الوقت، او اقدر اغير ما
من حاجة لحاجة أو من حالة لحالة. عكسها بقى اللي هو الموقف المتشدد اللي هو بيبقى متمسك برأيه مش عايز يغيره على طول. طيب المرونة دي أنواعها إيه؟ في حاجتين، في مرونة تلقائية وفي مرونة تكيفية. يبقى كده قلنا حاجتين، الطلاقة وقلنا المرونة. تالت حاجة الأصالة، يعني إنتاج غير المألوف الذي لم يسبق إليه أحد. يعني إيه الكلام دهوت؟ يعني لو حبيت أجيب عنوان لقصة ممكن ألاقي أفكار جديدة أو ألفاظ جديدة طلعت وعناوين جديدة محدش وصل لها قبل كده. هو انتهى غير مألوف الذي لم يسبق إليه أحد. توماس أديسون قال حكمة كده، هو قال لك إيه؟ معظم أفكاري اخترعها آخرون لم يكترثوا بتطويرها. طيب احنا قلنا كده وقت في شروط الابداع ثلاث حاجات، قلنا الطلاقه، قلنا المرونه، وقلنا الاصاله. رابع حاجه بقى الحساسيه للمشكلات اللي هي sensitivity of problems. ايه هي بقى الحساسيه للمشكلات؟ قدره على ادراك مواطن الضعف او النقص في المواقف المثير. فالمبدع يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد. الإنسان المبدع بيقدر يشوف إيه كل المشاكل اللي ممكن تحصل في الموقف ده. لو مشكلة وقعنا فيها مثلا يقدر يلم بكل جوانب المشكلة دهيت، كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك أو كل المشاكل اللي ممكن تخطر على بالك من واقع الموقف ده أو المشكلة دهيت. يبقى كده هوت قلنا أربع حاجات، قلنا الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات. خامس حاجة إدراك التفاصيل. يعني إيه إدراك التفاصيل؟ elaboration، اللي هي القدرة الإبداعية أيضا هي تقديم تفصيلات متعددة لأشياء محدودة وتوسيع فكرة ملخصة أو تفصيل موضوع غامض. زي إيه؟ زي لما بتيجي في التعبير مثلا وتدي الواحد عنوان وتقول له عايز من العنوان ده هو موضوع تعبيري، فيبتدي يفصل لك بقى ويبتدي يقول لك على حاجات كتيره بخصوص الموضوع ده. هو ده ادراك التفاصيل او elaboration. رقم ستة او سادس حاجه المحافظه على الاتجاه، maintaining direction. عشان أضمن القدرة على الاستمرار الفرد في التفكير في إيجاد حلول المشكلة لفترة زمنية طويلة حتى يتم الوصول لحلول جديدة مبتكرة. المحافظة على الاتجاه بمعنى لو في موضوع معين ومحتاج ان احنا نفكر فيه او مشكلة معينة ومحتاجين نفكر فيها بيفضل محافظ على اتجاهه في حل المشكلة دهية، مش يخرج من مشكلة لمشكلة تانية وما تخصش المشكلة الأصلية. هو ده المحافظة على التفكير أو الاتجاه في التفكير. إذا أردت أن تكون مبدعا عليك باتباع الآتي. إيه الحاجات بقى اللي هي بتخليني أقدر أبقى إنسان مبدع؟ الإيمان بأنه يمكن عمل أي شيء، مفيش حاجة اسمها مستحيل، دي حاجة لازم تتقبلها مهما وقعت في مشاكل مهما وقعت في، لازم انت عارف ان لازم في الاخر في ايه، في حل للمشكله دي. تقبل الافكار الجديده، يعني استقبل اي فكر جديد استقبله وبعد كده ابتدي ايه اطور منه. اعمل بذكاء، تعامل بشكل مستمر مع السؤال لماذا، يعني خلي في دماغك تملي كلمه لماذا، حدد وقت للتفكير، اعمل على زيادة معارفك وأفاقك، لا تجعل الآخرون يفكرون لك، لا تتجاهل وجهات نظر الآخرين.
ما تخليش حد يفكر لك، لازم انت اللي تفكر وانت اللي تاخد القرار، لان طالما المشكلة تخصك انت اقدر واحد تقدر تصنع القرار الصح. لا تتجاهل وجهات نظر الاخرين، يعني مهما كانت الفكرة بعيدة لا استقبل كل الافكار وحاول تشوف الكويس منها وايه والمش كويس استبعده. طيب نيجي نخش على نقطة تانية اللي هي محفزات الابداع. ايه هي محفزات الابداع؟ اول حاجة عوامل بيئية داخلية زي اعطاء حرية، ادارة ناجحة، تشجيع، توفير المصادر اللازمة، اعطاء فرصة تجريب، لازم يبقى فيه تجارب، لان بدون تجارب عمرك ما تقدر توصل للنجاح. في مكافأة، تفويض سلطات، عوامل ذاتية شخصية زي القراءة، زي الملاحظة الدقيقة، تركيز، خصوبة الخيال، وضوح الهدف. عوامل مساعدة زي ايه؟ زي الراحة، التأمل، كتابة أفكار، والسفر. في عالم من العلماء اسمه سميث قال لك الحب أساس الأعمال العظيمة وهو ضروري لكل من يسعى إلى الإبداع. طيب احنا عرفنا محفزات الإبداع وعرفنا شروط الإبداع ايه، نيجي نخش على نقطة تانية اللي هي معوقات الإبداع. يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلي الإنسان يقف عاجز ما يقدرش يبدع؟ ففي معوقات نفسية، في معوقات ذهنية، في معوقات البيئة الخارجية. نشوف مع بعض أول حاجة معوقات نفسية تقليدية في الحلول، إن أي حل لازم نختار الحل التقليدي، ما ينفعش نخرج عن المألوف. إهمال قدرة الشخص بالتغيير، يعني أنت بتحاول تعمل تغيير، بتحاول تعدل، لكن مع الأسف بتلاقي في معوقات أو الناس مش قادرة تقدر التغيير ده. الخوف من الظهور بمنطق الأغبياء، خايف إن أنت تقول حل مبدع يتهموك بإيه؟ بالغباء. طيب معوقات ذهنية زي إيه بقى؟ حلول مسبقة واحدة، ضعف الملاحظة النمطية بالتفكير، القيود وقلة الحرية التفكيرية، نظرة جزئية غير الشمولية للأمور. طيب معوقات البيئة الخارجية، التضييق الإداري، الضغط النفسي، عدم كفاية المصادر، الهجوم على الأفكار الجديدة، عدم وجود الحوافز، عدم وجود أنظمة لاكتشاف المبدعين، الرقابة الدقيقة. طيب خش على نقطة تانية، أهم أساليب وطرق تنمية الإبداع عشان أقدر أبدع. إيه المطلوب مني؟ أول حاجة العصف الذهني أو برين ستورم، ده طريقة مبتكرة للتوصل لحلول، تقدر تجمع أكبر قدر من الأفكار عشان تقدر تختار منهم أنسب الحلول للمشكلة. ده أول حاجة. تاني حاجة أسلوب القبعات الستة للتفكير، وزي ما احنا شايفين في الصورة عبارة عن 6 قبعات، كل قبعة منهم ليها لون وكل لون ليه معنى. هنشوف كده هوت نختارهم لون لون. أول واحد اللي هي القبعة البيضاء زي ما شايفين في الصورة، ترمز للفكر الحيادي، شخص موضوعي يعتمد على معلومات وحقائق علمية بيقنعك بيها. القبعة الحمراء، القبعة الحمراء ترمز للفكر العاطفي، بيركز على المشاعر والعاطفة. القبعة السوداء التفكير السلبي، بيركز على التشاؤم والفشل ويفيدنا بتحديد المخاطر.
القبعة الصفراء ده تشمل التفكير الإيجابي، تركز على التفاؤل والرغبة، وهذا يتطلب وجود حجج قوية. في القبعة الخضراء تشمل التفكير الإبداعي، يهتم بالخيال وطرق زوايا غير مألوفة. القبعة الزرقاء زي ما احنا شايفينها ترمز للتفكير الموجه، شمولي يمتاز بالتركيز ويوجه القبعات. في حكمة بتقول ايه؟ ما هو ثابت الآن كان بالماضي مجرد فرصة. طيب رقم 3، اسلوب الادوار الاربعة، تقمص 4 شخصيات: المستكشف، الفنان، القاضي، المحارب. المستكشف بيبحث عن فكرة جديدة من خلال الحقائق والمفاهيم بكتابة ماكرة. أن تعود على التغيير حتى لا نقع أسير العادة. الفنان تكوين وتشكيل الفكرة وترابطها. القاضي الحكم على هذه الفكرة، فرص النجاح، إيجابيات الفكرة وسلبياتها، الخسائر في حالة الفشل. المحارب تطبيق هذه الفكرة. أسلوب الاسترخاء ده رقم 4، احنا قلنا أول حاجة اللي هو العصف الذهني، تاني حاجة قلنا أسلوب القبعات الستة، تالت حاجة أسلوب الأدوار الأربعة، رابع حاجة أسلوب الاسترخاء الذهني والبدني، وده بيعتمد على التركيز والتأمل والراحة النفسية. رقم 5، أسلوب التركيز العقلي. الإنسان غير قادر على التركيز بدون سرحان لمدة 5 ثواني. في مثال على كده هوت، عايز تقدر تركز بدون ما تسرح، حاول في التمرين ده، هو حط ساعة قدام فوق التلفزيون وخلي التلفزيون شغال، حاول تركز على المؤشر الثواني لمدة 2 دقيقة دون أن يتشتت انتباهك لإيه اللي بيتعرض في التلفزيون. عيد التمرين ده هوت مرة ومرة، وغير من التمارين اللي تقوي التركيز عندك، بمعنى إن ممكن تزود الوقت بدل ما هو 2 ثواني، لا خليهم 2 دقيقة، خليهم 5 دقايق، خليهم ربع ساعة، وهكذا. شوية بشوية هتقدر تركز في الحاجة اللي أنت عايزها بدون تشتت وبدون ما تسرح في حاجة تانية. 6 حاجة والأخيرة اللي هي أداة سكامبر. إيه أداة سكامبر ده؟ هيت كذا حوالي 10 حاجات، 10 أدوات، والأدوات ده هيت مفيدة جدا في موضوع الإبداع والابتكار، زي الاستبدال، الجمع، التكيف، التعديل، التكبير، التصغير، الاستخدام في أغراض أخرى، الإلغاء، العكس، إعادة الترتيب. الاكتشافات ما هي إلا رافع الغطاء عن أمر موجود أصلا لا يراه المغمضون. إذا كنت دائما تعمل ما تعودت عليه دائما هتحصل على نفس النتائج. ليس من الصعب أن تصبح مبدعا، ولكن من الصعب أن تقنع نفسك إنك مبدع. الموضوع كبير، الحلقة وقتها قليل، لكن أتمنى ان نتقابل مع بعض في محاضرة عن الابداع والابتكار، وتشوفوا قد ايه الحاجات ده هي حلوة وكويسة ومفيدة بالنسبة لنا وبالنسبة لأولادنا كمان. ازاي يعلمهم تفكير كويس، التفكير الابداعي، ان يقدر يبدع ويبتكر اشياء جميلة واشياء كبيرة. اشوفكم بخير على الحلقة الجاية، واتمنى ان فعلا نبتدي نطبق الحاجات ده هيت. زي ما قلنا قبل كده هوت، التنميه البشريه ما هياش مجرد تعاليم او كلام بيتقال بس، لا ده كلام وفعل لازم ايه نطبقه. شكرا والى اللقاء.